mais ça va pas si. Comment ça se passe dans le nord, comment ça se passe dans le sud, dans le nord, comment ça se passe dans le nord. Et quand l'horaire, c'est le temps. Alors il faut venir à l'heure. احنا اليوم هنايا جينا باش نستعدوا للدخول المدرسي ونبداو سنه جديده دراسيه، وكنتمنى تكون هذه السنه مليئه بالنجاح والنقاط المزيانه. تواصلت معنا الاستاذه في القناه ديالها في الفيسبوك، والقناه ديال الاستاذه فاطمه الزهراء رئيسه الجمعيه ديال المدرسه. كانوا اقسام، يعني على حساب الاولى اعدادي كانت 4 في الشهر 9/2024، والسنه الثانيه اعدادي كانت في نهار 5 في الشهر، وبالنسبه للسنه الثالثه اعدادي كانت نهار 6 في الشهر اللي هو اليوم، يوم الجمعه 2024. الانطلاقه الفعليه للدراسه غادي تكون 9/2024، وكنتمنوا تكون هذه السنه مليئه بالنقط الجيده، وتكون متغلبه النقط الجيده على النقط يعني السيئه والتلامذ اللي ما ساعدهمش لحد. كنتمنوا لهم التوفيق هذه السنه هذه، وكنتمنوا انهم يعوضوا داكشي اللي ما حلفهمش لحد فيه العام اللي فات، وكنتمنوا لجميع التلاميذ النجاح. اسم ديالي انس العالمي، المستوى الثالث اعدادي، جيت نرى استعدادا للدخول المدرسي. كنتمنى ان شاء الله المؤسسه تكون فيها نشاطات وتطورات كبيره ان شاء الله هذا الموسم، وحظ اوفر لجميع التلاميذ ان شاء الله. نعيش الان كباقي المؤسسات المملكه المغربيه مرحله الدخول المدرسي، وتطبيقا لمقتضيات المقرر الوزاري، مقرر وزير التربيه الوطنيه المنظم للدخول المدرسي والموسم الدراسي 2024/2025. تم بتضافر جهود من الاطر الاداريه والتربويه وشراكات مثل جمعيه الاباء وامهات التلاميذ، مشكورين على مجهوداتهم. تم الدخول المدرسي في ظروف عاديه لله الحمد، تم التحاق التلاميذ وفقا لمقتضيات المقرر الوزاري عبر 3 مراحل. استقبال في المرحله الاولى تم استقبال تلاميذ سنه اولى اعدادي، في المرحله الثانيه استقبلنا تلاميذ الثانية إعدادي، والآن نعيش المرحلة الثالثة اللي هي استقبال تلاميذ الثالثة إعدادي. إذا خلال هاد الحصص مرحلة الاستقبال يقوم التلاميذ بالتعارف، أولا تكون حصة تعارف ما بين التلاميذ والأساتذة، يطرح عليهم النظام الداخلي للمؤسسة، ويتم بناء ميثاق القسم بمكوناته من أجل ضبط التلاميذ وخلال الموسم الدراسي، اقتراح بعض المعطيات من التلاميذ، تبادل البناء. ومتمنياتنا لجميع التلاميذ بسنة دراسية إن شاء الله تكون نهايتها نجاح بإذن الله. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.